مع التغيرات المناخية نوعا ما ومع إطلالة الشتوية بشكل كتير خجول، اليوم هادي أكيد رح تعرفنا على عروضات الأزياء اللي عم تصير حاليا أكيد بفقرتها على الموضة. صباح الخير هادية. صباح الخير غيدة، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم تحضرونا. أكيد كلياتكم صرتوا بعمق تحضيرات فترة العيد، تقريبا أقل من 10 أيام رح نحتفل سوا كلياتنا بعيد الميلاد بكريسماس، ومن بعدها كمان العد العكسي لنهاية السنة 2017، وأكيد كلياتنا عم نبلش نفكر إذا ما كنا فكرنا وما كنا حضرنا تيابنا واللوك تبعنا لراس السنة، صار وقت هلأ نتحضر لأقصى درجة. والحلو بهيدي الفترة أكيد كملت كل المجموعات بالبوتيكات، وخاصة المجموعات اللي بيسموها الفاستيف بيريد. فاستيف بيريد هي عبارة عن أزياء يما كولكشن خاصة لفترة العيد اللي عم تكون موجودة عند عدد كتير كبير من الماركات الكبيرة والصغيرة بنفس الوقت. شو هن الماست هاف اللي لازم نعتمدهم لنكون بأحلى طلة بهيدي الفترة، فترة العيد؟ لاحظنا من العناوين اللي كانت كتير طاغية هي أكيد حقبات بعالم الموضة، يلي كانت هي فترة الستينات السبعينات وكمان الثمانينات والتسعينات يلي بعدها مكفية معنا لأقصى درجة. للتسعينات يلي مركزين عليها المصممين باللوك المينيمال، وبنفس الوقت كمان الالوان الكتيرة وكمان اللوك السبورتي وكمان اللوك المانز وير يا اما السوت يلي هالسنه راجع بقوه كتير، بس مش حيلا سوت هالسنه، منلاحظ السوت يلي مشبعه بالانوثه لاقصى درجه. من الناشي الدارجة هالسنة هي الإيكوسي، يا أما مثل ما اللي مثل لبستها هالسنة موجودة كتير بالأسواق، بس يمكن في كتير ناس بيشوفوا بيقولوا لا مش معقول نلبسها، لا بتذكرها كتير بالتسعينات. فيكم تتجرأوا وتلبسوها وتعتمدوها لهالموسم وتكونوا بأحلى طلة. والشغلة الأساسية لفترة العيد هالسنة الميتاليك، الميتاليك اللي كان وين ما كان على كل التدرجات، الالوان من الفضه الذهبي، الميتاليك بلو، الميتاليك بينك، كل هيدول التدرجات من الميتاليك اخر موضه. والماست الماست الماست التوتال لوك بايت. البايت جرأوا البسوه، حتى فيكم تلبسوه كمان بنهار، بس اكيد بدكم تنتبهوا على التوتال لوك بشو تعملوا، كيف كنت تعملوا الميكس اند ماتش للبايات. بس كمان الميتاليك كتوتال لوك هالسنه اخر موضه، البايات اخر موضه. فلكل الاشخاص اللي مش عارفين حالهم وممكن ما بحياتهم فكروا يلبسوا بايات بفتره الشتاء يا اما الميتاليك، فيكن تلبسوا وتعتمدوا وتكونوا على اخر موضه وتكونوا واثقين من نفسكم لاقصى درجه حتى تكونوا باجواء 2017. شو في عنا اليوم؟ بعدنا اكيد مكفيين سوا اجواء خريف شتاء 2017-2018، بس بحب خبركم من السنه الجديده رح نبلش ونفوت بعمق لربيع صيف 2018. اكيد في كثير ناس هلا يمكن بعد ما عملوا شوبينج لهالموسم لازم يعرفوا شو الاشياء الدارجه للشتويه، بس بحب للصيفيه، بس بحب خبركم الصيفيه في اشياء كثير حلوه ناطرتنا حتى نكون كمان باحلى طله. بس خلينا نتمتع بهالموسم اللي نحن فيه. ومثل ما ملاحظين انه البرد ابتدى، كمان فينا ندفي حالنا لاقصى درجه بالجلود بالفرو وبالصوف يلي موجود بقوة بعدد كتير كبير من البوتيكات الصغيرة والكبيرة. خلينا ننتقل ونشوف سوا من احدى الاحلى المجموعات يلي عم بحوزوا على نجاحات كتير كبيرة، ماركت تالبوزو. تالبوزو من احدى الماركات يلي بيعملوا مزيج ستيل الستينات، يلي مختارين الفترة المستقبلية يلي كتير كلين كتير مينيمال مع الخطوط المتميزة والألوان القوية. ننتقل ونشوف دالبوزو وأكيد لخريف شتاء 2019-2018.
فاذا شفنا سوا مجموعه دالبوزو مثل ما كنت عم خبركم بالاول انه هالسنه لازم نركز كثير على البيات، ومثل ما لاحظنا للبوزو يمكن من احدى المجموعات وشغله بيتميزوا فيها هي استعمالهم للالوان ومزيج الالوان مع بعضها. ومنلاحظ اللوكس كيف نشتغل البيات، واصلا لما بننزل على الاسواق منلاحظ انه في كثير موديلات من البيات هالسنه اللي كثير دارجه، وحتى كمان فينا هالسنه نلبس البيات بالنهار ونكون على اخر موضه، بس اكيد مثل ما بنعرف في مثل هيك خط كثير صغير يعني مثل شعره كثير دقيقه لتفصلنا عن اللوك المميز واللوك التاكي، خاصه لما بتجي لعبكره. لعبكره يعني قد لما نختار قطعه من البيات نجرب ننقي الاشياء اللي كثير بسيطه ونمزجها مثلا مع توب من البيات، يا يعني مثلا مثل بليزر من البيات، ونكون اكيد واثقين من حالنا، بس انه نلبس شيء تحتها يا يعني اما الميكس يكون بسيط حتى نعطي مش نعطي لوك مثل كانه رايحين نسهر بنهار. يعني فينا نقول انه هالسنه عالم الموضه والمصممين وكل الماركات المساج اما رساله عم بيبعثوا لنا اياها لنا كلياتنا هو البيرسونال ستايل. فينا نلبس ثيابنا من على بكره العشيه، بس لكن مثل ما قلت لكم في شعره صغيره كثير لتفصلنا باللوك اللي مش مميز. يعني كل ما علينا الا نظهر جمالنا بطريقه مميزه وحلوه ونعرف كيف نعمل ميكس اند ماتش باللوكس تبعولنا حتى نقدر نفصل من النهار لعشيه، وهيك بنكون باحلى طله. واكيد لهالفتره فتره العيد لما تكون تختاروا اي قطعه تعملوا الشوبينج تبعكم نقوا الموديلات يلي بتفرجي جمال جسمكم بطريقه كثير حلوه. وشغله كمان كثير اساسيه لازم كل حدا وكل ست تركز عليها هي ما نتأثر بالمقاس. هلا في كتير سيدات عندهم مثل هيك نوع من عقدة انه كل ما شافوا قطعة قياسها اصغر وبدهم يلبسوها كل ما انه بينبسطوا انه يي فاتت علينا هيدي القطعة، بس بأكترية الاوقات اذا قطعة مش على قد المقاس تبعنا فيها تبيننا ناصحين اكتر ما تبيننا ضعاف. من هيك اختاروا القطعة يلي مريحتنا مش انه مبينتنا مثل توب دواء الاسنان، لانه رح تبين عن جد كتير ناصحين. من هيك اختاروا القطعة ما تطلعوا على القياس، طلعوا على الفت القطعة كيف مبينة عليها. هيدي الاشياء الاساسية الواحد لازم يركز عليها لما بتجي على الشوبينج. بلس اكيد بفترة العيد بدنا قطع تريحنا مش تخلينا انه نندم انه اشترينا القطعة، يا اما منا مبسوطين بالسهرة. فكر بالراحة اول شيء. ومن هيك اصلا اذا بتلاحظوا عالم الموضة عم نلبس كتير زحف اكترية الاوقات، بتطلع عم نلبس كتير كعب الا للسهرات الكبيرة، وهو بال باك اوف ذا مايند تبع الديزاينرز وهو بدهم راحتنا نحن اول شيء. من هيك انتم بنفس الوقت كمان فكروا كيف المصممين بدهم يريحونا، كمان بنفس الوقت احنا بدنا نريح حالنا، لانه صحيح مثلا نشتغل منها على بكره لعشيه بدنا على بكره نكون مرتاحين، ونفس الشيء من عشيه نكون مرتاحين باي قطعه لابسينا من الفستان البنطلون جاكيت لازم نكون مريحين. وكمان بقول لكم انه بتكونوا باحلى طله اذا كانت القطعه ريكز كتير مش جاي كتير ضيقه. وهيك مع هالاخبار نوصل لنهاية فقرة على الموضة، ننتقل لعند غيدة تخبرنا شو بعد في عنا بعالم الصباح. شكرا هادية، رح نتابع اكيد محطاتنا بعالم الصباح. بعد لحظات رح يكون معنا جمال بحلقة جديدة من ليبوكسين، وايضا من بعدها كارلا بحلقة هيك مفصلة من المطبخ، وايضا مايا ببيت بيوت. لا كارلا ما حيكون معنا اليوم مايا، واكيد محطات عديدة ام لها علاقة بالسينما لحتى يفشوا لي خلق لي انا، وخاصة نخبركم عن اخر الافلام اللي بالصالات. بعد لحظات خليكم معنا.